الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية القبعات الست، وهي استراتيجية تعودنا التفكير حيث نبحث عن المعلومات في الدرس والإيجابيات والسلبيات والمقترحات والأفكار الجديدة والتنفيذ والسلبيات والنقد. أول شيء، على أي شيء تدل القبعة الصفراء؟ الإيجابيات. الإيجابيات. والسوداء؟ السلبيات. والزرقاء؟ السلبيات. والبيضاء؟ معلومات. والحمراء؟ مشاعر الحب والكره والسعادة. والخضراء؟ ها؟ لا، الخضراء أفكار اقتراحات، أفكار واقتراحات. والزرقاء تنفيذ. بيضاء معلومات. تعالوا بنا لنرى معلومة من هذا الدرس، اعطيني معلومة. ماذا تفعل يا أيمن؟ هذا كلمة كانت في الدرس، معلومة جاءت صح؟ طيب اعطيني معلومة. هذه مع إلى ملعب الحي معلومة، أعطني معلومة. حاول وحاول لكنه لا فرع لم يتزحزح من مكانه. حاول وحاول لكن الفرع لم يتزحزح من مكانه، معلومة. طيب، ما السلبية في هذا الدرس؟ رأى فرع شجرة ملقى في الطريق. هذه السلبية. طيب ما الإيجابية؟ من وضع هذا هنا. ما يجبه، احتج. هذه إيجابية منه، ممكن واحد تاني يشوف يرى الفرع ويمشي بعيدا ويتركه، لكنه قال من وضع هذا هنا؟ الإسلام لا يرضى بهذا. إيجابية من أيمن. أنت عندك إيجابية ثانية؟ خرج أيمن إلى ملعب الحي. رايح يمارس الرياضة، شيء جيد، مو قاعد على السوني والألعاب الإلكترونية طول النهار ليمارس الرياضة. طيب عندك إيجابية؟ حاول وحاول. يا سلام، بذل مجهود، هذه إيجابية منه، ما هي سلبية، ويترك الأذى ويمشي، ممتاز. طيب ما التنفيذ؟ مرة عامل ضعفة فوضع الفرع في عربة القمامة. هذا هو تنفيذ في الحل. هناك تنفيذ آخر. تنفيذ لحل المشكلة، ممتاز. ما المقترحات والأفكار التي كانت في هذا الدرس؟ أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه فكرة جيدة، يزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هل عندك فكرة أخرى؟ انتظر قدوم أحد لمساعدتك. عندما فشل في إزالة الفارة انتظر قدوم أحد لمساعدته، فكرة رائعة. تم المشاعر. فرح أيمن عندما رأى صديقه سامع. شعر بالفرح. وما المشاعر؟ فرح أيمن وثامر وأكمل سيرهما إلى ملعب الحي. الله عليكم، فرح أيمن وثامر وأكمل سيرهما إلى ملعب الحي، هذه سعادة. وهكذا نكون قد عرفنا معنى القبعات الست. فأي مشكلة في حياتنا نشوف الإيجابيات إيه، سلبيات إيه، المعلومات، الفوائد. ما هو أخذ المعلومة كده وخلاص، لازم أطلع منها السلبية، وعندي مقترحات لحل المشكلة صح؟ طيب لو سألت ما معنى القبعة السوداء؟ السلبيات. والصفراء؟ الإيجابيات. والزرقاء؟ والبيضاء؟ والخضراء؟ والمشاعر. اسمعوا بي، الافكار والاقتراحات. عرفت اللي انت لابسه؟ افكار اقتراحات. الحمراء مشاعر. المشاعر الحب الكره الحزن.
شكرا لكم أيها الأبطال.